كمان غير الدورات والخبرات. يا علينا، يعني شو هي الوظيفة اللي بدي إياها وإذا وزي ما بدي؟ ولا بنت الحلال يا طيب؟ بنت الحلال ولا واحدة بتقول لي لا، خريج والأول ودورات وبتكن اللغة الإنجليزية وبطلب. يعني أنا عارف، مش عارف شو بدي أفكر كمان. بدي أروح على الوزارة وأقدم شغل. الله الوزارة، بسم الله. أنا مش عارف شو هالوزارة، شو هالوزارة هذي. الواحد بتصير الساعة 11 وبعده مش جاي. ممتازي ولا بطل يا زلمة، مالك صوتك عم بالدنيا؟ الساعة صارت 11، جيب فرشة وكمل نومتك بالوزارة يا حبيبي. والله لا والله. شو يا حبيبي؟ الشغل لفوق راسنا، دخيل على الله. بدنا نخلص، بدنا نخلص. هذا اليوم نكد علي، خلص من الله نكد هذا اليوم. إذا أنت كل يوم بدك تعمل لي إياها بالصهاي بعدين شو؟ خلص انت. شو هذا اللي لابسه؟ جاي لي أنت عم منتجع سياحي ولا على الوزارة؟ الصبح نمت. الصبح نمت؟ لا لا يوافقك. شو هذا اللي جايبه معك؟ بيرة يا زلمة. ولك فاتح انا هنا خمارة؟ شو فيها يا الوزارة؟ اهلا وسهلا. ولا شكر في دار بندور؟ هو كل يوم بدك تطبخ لنا بندورة؟ اسمع تعب. بدك تشمر؟ انا عندي طبخة جديدة. عندي طبخة جديدة. جيبي سرين بصل. وقف منيح مالك؟ اقعد هنا. كشريه. ايوه. وجيبي سرين بندورة كشريه. بدك تقعد. وحطيه معك. طيب هاي طبخة جديدة، بندورة وبصل. بعدها نشوف. يلا ماشي سلامة. يا سلامة. قوم بك عند الغال. قوم يا حبيبي، قوم. قوم يا حبيبي، قوم. روح يا تروح يا تروح. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. ولك ماله مرحبا يا حبيبي. اسمع حبيبي، شو في معك خبرات وشهادات؟ خبرات وشهادات، شو في معك؟ أنا خريج من الجامعة. أي جامعة؟ خطوري. أكسفورد، روكسفورد، هارفارد. يا سلام يا سلام. يعني 5 سنوات هندسي؟ مهندس؟ ولك ما هو اللي على البسطة معاه هندس. اللي بيعنا خيار بالسوق معاه هندس. اللي بيشتغل أمن بإسرائيل معاه هندس. اللي بفرلك لنا مواسير الضار مهندس. كل مهندس غيره غيره. يلا جمل جمل حبيبي جمل. والأول عالجامعة. أهلين. لا يا عيني. أبو واحد والجوة. يا عيني أول على الجامعة؟ لا و شو معك؟ شوفي معك؟ وفي دورات كمان وخبرات. يا حبيبي يا عمري، لخص علي كل هالشغلة. قوم لا تكر. قوم لك على كهف. قوم ارجع ورا. ارجع 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 ارجع. لخص علي. معك واسطة؟ واسطة. اغمزني هيك. اغمزني شهادتي. شهادتي. انكعها واشرب مي. عريك. يعني اغمزني. انا بدي اياك تغمزني تقول لي يسلم عليك ابو فلان. اخي ولك ارتب ولك ارد ولك طلع لك كرت في اي بي. سلم عليك ابوي. يا حبيبي قفلت. يا حبيبي ابوك انت. معكش واسطة؟ ليش جايين؟ معاي شهادتي، اهلي تعبوا. ولا شهادتك نسيت منها. تعبوا وشكيوا علي، كل يوم لبني، كل يوم عشاوه وفطور وغدا لبني لكتلتني تابوس. شو قلتك تلبن محلك؟
هاي الشهادة عندي تمشي. تمشي والله ما بتمشي. بدي واسطك. اقعد. طب وكيف كل اقعد. طب. شو واسطك؟ لا. ليش جاييني؟ ليش؟ ولكن اللي بيجي عنده هون بعد نجوم الظهر نجم نجم. خلص طيب. الشمال لليمين. طيب فوت على الاسئله. لا بطيخ. بطيخ. لكن بطيخ. بطيخ. بطيخ طوله 20 متر. بعرض 3 سنتيمتر. ترتوي على مياه المطر. دعني. السؤال. ما هي نسبة البذور السوداء من المادة الحمراء؟ ما هو هي ساعة يعني. تفضل. طيب سؤال زي هذا مش عارف تجاوبه. ومهندس مهندس. أول على الجامعة. ومعي شهادة. السؤال الثاني على السريع. أعطيك. ما اسم الجالية 15 للسلطان العثماني سليمان القانون؟ السؤال الثالث. خدموش. ما اسم رئيس الوزراء المتوقع لدولة فلسطين في السنة 2028؟ يا زلمة يا أنا من؟ من يا حبيبي؟ أنا لا واثق من حالك. إنسان 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 هذا شكله مش ثابت معه ولا شيء. تعرف السيارة؟ نعم السيارة. سيارة. أوه. شو في معك شهادات وخبرات؟ ايه كتير كتير. خرف. عندي خبرات شوارع مواس عبيد ضريب شفرات حراب ممتاز. كل اشي من اي نواحي تكواندو على الاسم موجود. على الاسم اطول لازم نفوت على الاسم. انت تدخل على السحب مباشرة. هاي الوظيفة اكيد لي شكلها ايه اكيد. عطيه اثر يا صور وبسيط. يعني ماذا يحط فلسطين من الغرب؟ من الغرب يعني ياكل اسرائيل. ملك يا عيني. شو بالله الشيخ عطي بالرياضيات. ثاني وعلى السريع اذا جاوبتوا عد بالحاله الجايه. معناتها 2 ضرب 5 ضرب 3 زائد 7 تقسم 2 ضرب 3 زائد 7 زائد 5 4. يا عيني ولا تفلتي من اول ما شفتك كل بنت زلمتي. مقبول مقبول. خلص روح مقابلتك جاهزة على زلمتي حبيبي. تفكر جاهزة معلم. وين قلتوا لي صار؟ شو زار بالانجليزي معلم؟ شو انت مليح شو رايك فيك؟ لا شكلت هذا بنفعنا بنفعنا بس انا استعمل انا مش مستغرب شوي بس وليش بنفعنا؟ انت قلت انه بنفعنا. انا عجبني في اسلوب الخدمة. يعني بكره اهلا 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 شو ما شاء الله. شو يا حبيبي وشو هاللبس ومزبط حالك وقف 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 ما تحرك وقف كيف قلنا فيه ما وقفش حدا. شو لك يا زلمه وقف 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 شو بيه شو مالك؟ اطلب لك تفضل يا سيدي. شو بيه؟ روح روح منين؟ مع يوقف المي على محل سلام سيدي. ما ياكل ما ياكل كل زلمتي حبيبي تفضل 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 اقعد تفضل تفضل اجريك 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 خذ راحتك خذ راحتك. اهلا وسهلا الوزاره نورت الطلاب. نورت الوزاره. اهلا وسهلا عروس. اهلا وسهلا. ما ياكل كل يوم بقول لك هون المطرح اللي بيسألوا فيه اسئله. سؤال لخير الله مثل يا سيدي. انتوا اللي بيسألوني
اكسكيوز مي جايز، انا هون جيت اتوظف جدارتي بدي وظيفة، فما بعرف اذا بلاقي عندك وظيفة. وظيفتك عمك اتصل علي. تعرف شو يعني عمك؟ تعرف شو يعني عمك؟ ولك عمك عراسنا من فوق يا زلمة. ولك تاخذ وظيفة؟ اجيب لك سيارة. لعيون ماما. الله يخليك. انا بدي اسالك سؤال بسيط. ما هو احتمال بقائي وبقاء الاخ بطرس بالوزاره؟ اكسكيوز مي جايز، ما بحب لك ولا يعني احنا بنضل هون، احنا بنضل هون اذا بدكم تطيروا. طيب يا زلمه، يا زلمه مالك؟ احنا بطول عقبال بموت على عمك انا. مالك؟ شو قلت؟ شو قلت؟ خلص ما خليك. ورجال زلمه انت حبيبي، حب هذا حب عقل دربك. سلم. لا لا حبيبي. ثانك يو ثانك يو. بليز جايز بدي احكي مع ماما. اعطي جوال، اعطي حساب، هي حسابي. احكي مع ماما وتيتا ودادا. هذي هذي هلا ماما، روح بسرعه. لا 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 شد جدارتي وبدك تجيبي لي السياره. شو قلتي لي؟ Thank you. Love you too, man. Bye.